نحن في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نثمن هذه الصناعة بكل فخر واعتزاز من حيث الجودة ومن حيث التشغيل، وخاصة في الوقت الصعب الذي يمر به قطاع غزة المحاصر منذ سنوات عديدة. احنا في شركة نور البهاء نسعد بالمشاركة في الأسبوع التعليم والتدريب المهني. تعمل الشركة على إنتاج وصناعة الملابس بكافة أنواعها. نهتم بتدريب وتشغيل خريجين مراكز التدريب. لا ننسى شركة نور البهاء وهي صاحبة المنتج المميز في الملابس الرجالي، ولها باع طويل في التسويق للخارج سواء كان إلى الضفة الغربية وإسرائيل، وهذا يمنحها قدرة كاملة باستيعاب الكثير من العمال والبطالة المستشرقة الموجودة في القطاع.